انتهاء الاجتماع الموسع الثاني بين وفد من مسؤولين وشخصيات سورية ومسؤولين عسكريين في النقطة التركية قرب جسر الشغور بإدلب، والوفد يطالب بحماية المنطقة والمساعدة في تفعيل الخدمات الأساسية وضم جبلي الأكراد والتركمان للحماية التركية. الجبهة الوطنية للتحرير تقول إن تصريحات روسيا وإعلام النظام حول اتهام الثوار بالتجهيز لضربة كيماوية تمثل تمهيداً واضحاً لما ينوون القيام به ضد المناطق المحررة، وتدعو الأمم المتحدة إلى التدخل فوراً لمنع ما وصفتها بالجريمة التي يجهز لها النظام وحلفاؤه. المسؤول الإعلامي للدفاع المدني يتهم النظام بالسعي لتشويه صورة الخوذ البيضاء من خلال بث ادعاءات كاذبة، ويقول إن لديهم توثيقات وأدلة وعينات من الأسلحة المزودة بالغاز السام التي استخدمها النظام بقصف خان شيخون والغوطة الشرقية. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل مدنيين بعد عودتهم من الأراضي التركية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة تل أبيض بريف الرقة بتهمة انتمائهم لفصائل الجيش السوري الحر. اليونيسف تقول إن الاستغناء عن المعلمين المساعدين بمخيم الزعتر في الأردن بسبب نقص التمويل لن يؤثر على سير العملية الدراسية بالمخيمات، وتضيف أن المدارس هناك ستستقبل حوالي 30 ألف طالب وطالبة.